أكيد تعتبر نصر للنظام السوري، يعني لأنه حقق كل أهدافه اللي كان بداية الثورة يطمح إلى أنه يحققها. ليس كل المصالحات هي انتصارا للنظام ولا هي هزيمة للثوار. في العالم صارت موته من الجوع، فما عاد عنده خيار يعني إلا أنه تعمل هدن وتصالح وتطلع. ينشر الرعب على الناس، يعني بيهددهم بالقصف وبالضرب لأنه يتقدم ويفرض عليهم المصالحة. لا يعتبر هذا انتصارا، لأن الثوار خرجوا من هذه المدن أمام حواجز النظام بسلاحهم الكامل. النظام هو يعني أصبح على حافة الهاوية، وسوريا نحو التقسيم. عبارة عن لعبة إقليمية بين الدول عم تدفع فاتورتها الشعب السوري.